السلام عليكم ومرحبا بكم محبي الزراعة. إن شاء الله سوف نتحدث عن مشروع زراعي من أهم الزراعات المربحة، زراعة الكوسة عن طريق البذور. زراعة الكوسة من الزراعات قليلة التكاليف. سوف نتحدث عن الأرباح التي يمكنك جني من هذا المحصول، تكاليف الزراعة وطرق الزراعة، وكذلك سلبيات هذا المحصول الزراعي وإيجابياته، وكذلك جميع المراحل التي تتعلق بزراعة الكوسة أو ما يعرف بالقرع الأخضر. بالنسبة لزراعة الكوسة فهي تتناسب مع المساحات الصغيرة، سواء إذا كنت تمتلك قطعة أرض صغيرة أو كبيرة. كذلك يمكننا الاستفادة من هذا المحصول ما بين الأشجار المثمرة. على العموم يمكننا زراعتها في جميع الأماكن أو جميع أنواع التراب صالحة لزراعة الكوسة. أول شيء نبدأ به زراعة الكوسة. الكوسة من الزراعات قليلة التكاليف لأنها تقام بتكاليف ليست بالكبير، كذلك سريعة الإنتاج وكثيرة الإنتاج في نفس الوقت، حيث يمكن حصاد هذا المحصول في المتوسط أزيد من 20 مرة بمعدل مرتين في الأسبوع، وينتج الفدان في المتوسط ما بين 10 إلى 15 طن على حسب النوع وكذلك الوقت المزروع في الكوسة. تبدأ في الحصاد بعد شهر ونصف من الزراعة، لهذا فهي من الزراعات سريعة الإنتاج. كما تلاحظون بالنسبة أول شيء اختيار الوقت المناسب، لأن الكوسة من النباتات التي تحتاج إلى الدفء وأشعة الشمس، لهذا زراعة الكوسة يمكننا زراعة فصل الربيع والخريف والصيف، كذلك في فصل الشتاء يمكننا زراعة البيوت الدافئة. بالنسبة لطريقة زراعة الكوسة، توجد طريقتان: زراعة مباشرة في التربة أو تشتيل البذور في المشتل إذا كان انخفاض درجة الحرارة من الأفضل تشتيلها. بالنسبة لفصل الربيع والخريف والصيف يمكننا زراعته مباشرة في التربة بدون أي مشكل. بالنسبة لزراعة الكوسة، الطقس المناسب أهم شيء بالنسبة لهذا المحصول الزراعي لأنها لا تتحمل ارتفاع درجة الحرارة، من الأفضل زراعته في الأماكن الرطبة ألا ترتفع درجة الحرارة عن أكثر من 35 لكي لا تصاب ببعض الفيروسات، لهذا فهي من المحاصيل جيدة الإنتاج وسريعة الإنتاج. كما تلاحظون يمكننا حصادها مرتان في الأسبوع. بالنسبة لطريقة الزراعة فهي سهلة جدا، نقوم بإعداد التربة وتمهيدها للزراعة وحرث الأرض جيدا من مرة إلى مرتين على العام 50 سنتيمتر من أجل تهوية التربة وإزالة الأعشاب الضارة، كذلك عمل المصاطب والخطوط الزراعية سواء بالبلاستيك أو زراعتها مباشرة في التربة. فالبلاستيك دوره للوقاية من الأعشاب الضارة والمحافظة على الرطوبة في التربة، أو زراعتها مباشرة في التربة. المسافة بين الخطوط 1 متر، ويمكننا عمل حتى 1.20 سنتيمتر إلى 1.50 سنتيمتر على حسب المسافة المراد زراعتها بالنسبة للمزارع. المسافة بين أشياء 40 إلى 60 سنتيمتر. بالنسبة لكمية التقوى أو كمية البذور في الهكتار الواحد راجع على حسب المسافة بين الخطوط. على العموم 1000 متر مربع تحتاج إلى كيس واحد، كيس عدد البذور الموجودة فيه 1000 بذرة، أي 1000 شتلة من زراعة القرع أو الكوسة. على العموم الهكتار الواحد يكفي 10 أكياس. بالنسبة 10 أكياس إذا كانت المسافة بين الخطوط 1 متر والمسافة بين الشتلات 40 إلى 50 سنتيمتر. على العموم يمكننا زراعة بالأشجار المثمرة لأنها من النباتات الصغيرة الحجم وسطورها لا تتعمق في التربة وسهولة إزالتها، يمكنك الاستفادة منها بين الأشجار المثمرة. أراضي صالحة لزراعة الكوسة هي الأراضي الخصبة جيدة صرف المياه، مثل الأراضي الرملية الخفيفة وكذلك الأراضي الحمراء والصفراء وحتى الأراضي السوداء. على العموم يمكننا زراعتها في مختلف أنواع الأراضي، شرطها أن تكون تربة خصبة. كما تلاحظون يمكننا زراعة البذور مباشرة في التربة في أوقات الخريف والصيف والربيع. بالنسبة للحصاد يبدأ بعد شهر ونصف. على العموم فهي من النباتات سريعة الإنتاج وسريعة النمو كذلك. بالنسبة الكوسة هل تحتاج إلى مياه أو طريقة السقي؟ كما تلاحظون السقي بالتنقيط وكذلك يمكن السقي بالغمر، أفضل طريقة السقي بالتنقيط من أجل تسميدها بأسمدة معدنية لزيادة الإنتاج وكذلك جودة الثمار، مثل الأسمدة أو العناصر الكبرى وكذلك العناصر الصغرى سوف نتحدث عنها كذلك. كما تلاحظون بالنسبة للكوسة فهي لا تحتاج إلى كمية كبيرة من الري، كما تلاحظون طريقة السقي بالتنقيط لا تحتاج كمية كبيرة على حسب نوعية التربة والموسم الزراعي وعمر نبات الكوسة. بالنسبة للسقي يمكن سقيها نصف ساعة في الصباح
الباكر ونصف ساعة في المساء على حسب نوعية التربة كذلك. هذا المحصول لا يحتسب كمية كبيرة من الري. كذلك التسميد العضوي، يمكننا داخل هذه المصاعب أن نضع سماد عضوي مخمر سواء أغنام أو الطيور أو الأبقار. يمكننا وضع السماد لأنها تحتاج إلى تسميد بالمادة العضوية. من الأفضل أن تكون خالية من الحشائش أو الأعشاب الضارة، أن تكون متحللة. بالنسبة الأرباح أو طريقة التسويق، على العموم يمكننا حصاد في المتوسط ما بين 10 إلى 15 طن في الفدان الواحد فقط. بالنسبة للأثمنات، توجد عدة طرق من ناحية الحصاد، الحصاد عن طريق الصناديق والأكياس. بالنسبة للصناديق، على العموم في المتوسط يمكننا بيع الصندوق ما بين 30 حتى 150 درهما، أي 3 دولارات للصندوق الواحد حتى 15 دولارا للصندوق الواحد. راجع لعدة أسباب: جودة الثمار والموسم الزراعي، وكذلك الطلب والعرض في السوق. فهذا محصول زراعي مربح بامتياز نظرا لقلة تكاليفه. لا تحتاج إلى تكاليف كبيرة من حيث الزراعة، بذورها في المتناول يمكننا اختناؤها. توجد أنواع من البذور، من الأفضل اختيار البذور الهجينة وجيدة الإنتاج، وكذلك مقاومة لبعض الأمراض الفطرية. بالنسبة للكسى، يجب اختيار الأماكن الجيدة من ناحية الطقس، ألا ترتفع درجة الحرارة لأنها تصاب بالفيروسات أو الأمراض الفطرية أو كذلك الحشرية. بالنسبة للتسميد، التسميد الكيميائي بعنصر الفوسفور والعناصر الكبرى مثل الفوسفور أهم عنصر بالنسبة للكوسة من ناحية التسميد المعدني، وكذلك عنصر النيتروجين وكذلك البوتاسيوم من أجل تحجيم الثمار، وعنصر الكالسيوم والمغنيسيوم. هذه الأسمدة المعدنية التي نقوم بتسميدها بالنسبة للكمية على حسب خصوبة التربة كذلك. بالنسبة لطريقة التسويق، فهي سهلة جدا تسويق هذا المنتج لأنه مطلوب في السوق، يمكننا زراعته في 4 مواسم. طريقة التسويق فهي سهلة جدا، مهما كان حجم إنتاج متوفر لديك يمكنك تسويقها بعقد اتفاقية مع تجار الفواكه والخضروات، أو بيعها بالمدن القريبة منك أو الأسواق المحلية، أو بيعها في المزرعة. هناك عدة طرق من ناحية تسويق هذا المنتج الزراعي. بالنسبة طريقة العناية من ناحية الأمراض الفطرية أو الحشرية، نقوم برش المبيدات الفطرية أو الحشرية كل أسبوع مثل أمراض بياض الدقيق وكذلك العنكبوت الأحمر وكذلك التعفن وكذلك الدبول. هناك بعض المبيدات التي نقوم برشها للتفادي أو للتصدي لهذه الأمراض. فالكسة من الأفضل زراعته في الأماكن الرطبة لتجنب الأمراض الفيروسية. كما تلاحظون طريقة الزراعة فهي سهلة جدا، يمكننا زراعته مباشرة في التربة باستعانة بلاستيك، أو زراعته مباشرة في التربة إذا لم تكن عندك أعشاب ضارة. على العموم يمكننا حصادها مرتين في الأسبوع، في المتوسط عدد الحصاد أكثر من 20 مرة يمكننا حصاد هذا المحصول الزراعي. إنتاج في الفدان الواحد ما بين 10 إلى 15 طن يمكننا حصادها أو الحصول على هذا الإنتاج. بالنسبة للكوسة، بالنسبة لميعاد الكوسة لقد تحدثنا عليه، يمكننا زراعته في 4 مواسم من السنة، لأن معروف على الكوسة أنها من النباتات سريعة الإنتاج. يمكننا حصاده في شهر ونصف. على العموم يمكننا زراعته في الربيع والاستفادة منها في الخريف، كذلك في الصيف وفي الشتاء في البيوت الدافئة أو البيوت المحمية يمكننا زراعة هذا المحصول الزراعي. بالنسبة لطريقة الزراعة أو اختيار البذور، من الأفضل اختيار البذور الخالية من التسوس وكذلك البذور الجيدة الإنتاج والشكل، لأن كلما كان جودة الثمار كلما كانت المبيعات جيدة جدا بالنسبة لك من ناحية التسويق. لهذا أثمنة الصندوق تتراوح في المتوسط ما بين 30 إلى 150 درهما بالنسبة لأثمنة الجملة، على العموم على حسب الطلب والعرض في السوق ونوعية وجودة الثمار. فبالنسبة للأثمنة فلها العديد من العوامل تتحكم فيها، فهي لا تعرف استقرارا تاما من ناحية بيع، وهذا ينطبق على جميع الخضروات. يمكننا بهذا الأسبوع ب50 درهما والأسبوع القادم ب100 درهم وهكذا. بالنسبة لأثمنة الخضروات لا تعرف استقرارا.
فهذا كان موضوع حول زراعة الكوسة بالنسبة لزراعة المكتوفة والتي لا تحتاج إلى رأس مال كبير، وسهولة التعامل مع هذا المحصول الزراعي من ناحية الزراعة، لا من ناحية الرعاية، وكذلك من ناحية السقي لا تحتاج كميات كبيرة من الري، وكذلك سرعة الإنتاج بالنسبة للمزارعين الذين يريدون زراعة محصول وحصاده في أقل وقت ممكن. وبالتوفيق لموضوع آخر حول الزراعة.